جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من أبها رسالة بعثت بها إحدى المستمعات، تقول سين عين لام. رسالتها مكونة من 3 صفحات، أو قضيتها الأولى بالأحرى مكتوبة في 3 صفحات. ملخص ما في هذه الصفحات الثلاثة أنها موظفة ولها راتب تستلمه كل شهر، ووالدها يسيطر على راتبها ولا يريد منها أن تصرف منه شيء، لا لزوجها ولا لأولادها. واستمرت على هذا الحال ما يقرب من 10 سنوات، ثم قررت أن تساعد زوجها في بناء منزل لها ولأولادها. فلما علم الأب والأم بذلك غضبوا عليها غضبا شديدا، وهي الآن تستشيركم شيخ صالح في الأمر، جزاكم الله خيرا. بر الوالدين واجب على الولد، ومساعدتهما بما يستطيعه الولد أمر واجب، ولا وللوالدين أن يأخذ من مال ولدهما ما لا يضره ولا يحتاجه، لأن الولد من كسب الوالد، قد قال صلى الله عليه وسلم إن أولادكم من كسبكم، قال عليه الصلاة والسلام إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، وقال عليه الصلاة والسلام للولد أنت ومالك لأبيك. ولكن إذا وصل الأمر إلى الإضرار بالولد فإن الوالد لا يجوز له أن يأخذ من مال ولده ما يضره أو يحتاجه. وهذه السائلة تذكر أنها تحتاج إلى شيء من راتبها، فلا يجوز للوالد أن يضايقها إلى هذا الحد، بل يترك لها ما تقضي به حاجتها وما تساعد به زوجها إذا احتاج إلى ذلك. هذا هو، وهذا فيه جمع بين مصلحة الطرفين، مصلحة الوالد ومصلحة البنت، لأنها تأخذ من راتبها ما تحتاجه وتدفع لوالدها، أو يأخذ والدها من مرتبها ما لا يضرها وما لا تحتاج إليه، لا ضرر ولا ضرار. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا لاحظت صاحبة هذه الرسالة على والديها الغضب بسبب ذلكم الشيخ صالح، هل عليها من إثم حينئذ؟ إذا أفهمت الوالدين بحاجتها، نعم، وطيبت خاطرهما، فأعتقد أن الوالدين لا يستمران على الغضب، لأن الوالد أشفق على ولده وأرحم به. فإذا بينت لهما حاجتها وضرورتها إلى شيء من المال فإنه في الغالب يزول ما في نفس الوالدين. فالقضية قضية تفاهم وقضية إقناع، اللهم المستعان. فإذا اتبعت الطريقة الحكيمة مع والديها وأقنعتهما بحاجتها وضرورتها، فلا بد أن الوالدين يقتنعان بذلك إن شاء الله. إن شاء الله، جزاكم الله خيرا. تقول استمرت القطيعة بينهم لمدة سنة بسبب ما ذكرت في رسالتها شخصا. عليها أن كما ذكرنا عليها أن تعالج هذه القضية مع والديها وأن تقنعهما وتبين لهما حاجتها، ويزول هذا إن شاء الله بالتفاهم، ويزول هذا العارض. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ألاحظ أنها تصف أباها بأنه ثري وصاحب عقار ومزارع، إلا أنه يطمع في راتبها من أجل أن تتوسع أملاكه وتجارته. لعل الشيخ صالح إضافة. وكما ذكرنا، كما قرر الفقهاء رحمهم الله، نعم، أن للأب أن يأخذ من مال ولده ما لا يضره وما لا يحتاجه، بهذا القيد ما لا يضر الولد ولا يحتاجه الولد. فإن بلغ الأمر المضارة بالولد ومضايقته بحوائجه الأصلية فإن هذا لا يجوز للوالد، قال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، لا سيما إذا كان الوالد كما ذكرت السائلة أنه غني، فهو ليس بحاجة إلى أن يضايق ابنته في راتبها، وقد أغناه الله سبحانه وتعالى من فضله. نعم، جزاكم الله خيرا. نعود إلى العقوق مرة أخرى. ألاحظ أنها تخاف من العقوق خوفا كبيرا، وحالها كما تفضلتم شيخ صالح، فلعلكم تطمنونها بكلمة في هذا اللقاء. العقوق لا شك أنه كبيرة من كبائر الذنوب وناصية عظيمة، وهو من 7 الموبقات، ولكن
إذا كان كما ذكرت السائلة وأنها تأخذ شيئا من راتبها لحاجتها ولضرورتها فإن ذلك ليس عقوقا ولا إثم عليها في ذلك، لأن هذا من ما تضطر إليه، بل الذي يكون مخطئا هو الوالد الذي يضايقها إلى هذا الحد.